اللهم اجعل أوسع رزقي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب وثبتني وثق الموازيني وحقق إيماني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الثالثة إعدادي المسلك العام أو المسلك الدولي. كنا شفنا في الحصة السابقة تعرفنا على معادلة من الدرجة الأولى من مجهولين، يعني إيكواسيون دي بومي دوغي أ دو زانكوني. شفنا الحلول ديال هاد المعادلات كيفاش كنكتبوهم، كنا نكتبوهم على شكل أزواج. شفنا العدد ديال الحلول ديال المعادلة من الدرجة الأولى من مجهولين، قلنا عدد لا منتهي، ونقدروا نلقاو الا مشينا نديرو التمثيل المبياني ديالو نلقاهم جميع الحلول عباره عن مستقيم. ثم شفنا الى جمعنا زوج ديال المعادلات، الى كانوا عندنا زوج ديال المعادلات مرتبطتين فيما بينهما يعطيونا ندمه سيستم، يعطيونا ان سيستم ديكواسيون دي برومي دوغري ا دو زانكوني، يعني يعطيونا ندمه معادلتين من الدرجه الاولى بمجهولين. وقلنا فاش نقولوا عن زوج يعني ان كوبل سوليسيون دي نيكو دان سيستم، يعني خصو يكون عندنا واحد الزوج حل للندمه، قلنا خصو يكون عندنا يحقق جميع معادلتي الندمه. كان باقي لنا واحد التطبيق. بالنسبه للتطبيق اون كونسيدير لو سيستم، نعتبر الندمه عطينا لو سيستم. معادله الاولى اكس زائد 4 y تساوي 10، لا بروميير ايكواسيون سي اكس بلس 4 y ايتيغال 10، دوزيام ايكواسيون سي 3 x بلس 7 y ايتيغال 25. La première question. Le couple moins 1, 2 est-il solution du système S? هل الزوج ناقص 1 et 2 حل لنظمة S? Deuxième question. Le couple 6, 1 est-il solution du système S? هل الزوج 6, 1 حل لنظمة S? قلنا احنا هتكلمنا عليها. فقتاش نقول عن الزوج انه حل لنظمة اذا كان يحقق المعادلتين معا. يعني on dit que qu'un couple est une solution d'un système si ce couple vérifie les deux équations. يعني بزوج خصو يحققنا المعادلتين بزوج. نمشيو نجاوبو على السؤال الاول. On a le système S، النظمة اللي راها عندنا x plus 4y est égal à 10 et 3x plus 7y est égal à 25. Pour le couple moins 1, 2، يعني من اجل الزوج ناقص 1 et 2، غادي نستعملو حنا الالوان باش بلاصة x غادي نحطو ناقص 1 باللون الازرق، وبلاصة y غادي نحطو 2 باللون الاحمر. signifie que je vais remplacer x par sa valeur dans les deux équations، يعني je vais remplacer x par moins 1 et y par 2 dans les deux équations، يعني غادي نعوض x بالقيمة ديالها اللي هي ناقص 1 في المعادلتين بزوج، ونعوض y بالقيمة ديالها اللي هي 2 في المعادلتين بزوج. خصني ملي نحسب الطرف الاول نلقاه يساوي لنا 10 في المعادلة الأولى، ملي نحسب ثاني الطرف الأول في المعادلة الثانية خصني نلقاه يساوي لنا 25. يعني دونك لو سيستيم اس بور لا بومييير كواسيون سي موان زان بليس 4 فوا 2، يعني موان زان سي اكس اي 2 سي ي، خصها تساوي لنا 10، اي 3 فوا موان زان بليس 7 فوا 2 اي تيغالا 25، يعني خصنا نلقاوها اي تيغالا 25. سينيفي كو نمشيو نحسبو، moins 1 plus 8 est égal à 10 et moins 3 plus 14 est égal à 25. Donc, on va trouver que pour la première équation, 7 est égal à 10 et la deuxième équation, 11 est égal à 25. Yani, on a fait le moins 1 plus 8 est égal à 10 et moins 3 plus 14 est égal à 25. Donc, on va trouver que pour la première équation, 7 est égal à 10 et la deuxième équation, 11 est égal à 25. Donc, on va trouver que pour la première équation, 7 est égal à 10 et la deuxième équation, 11 est le couple moins 1, 2 n'est pas solution du système S. وبالتالي الزوج ناقص 1 2 ليس حل لهذه الندمة، لأنه لقيناه لا يحقق المعادلتين بزوج. نمشيو نشوفو الدوزيام إيكواسيون. قلنا ميم سيستم حنا خدامين به، x بليس 4y تيكالا 10، 3x بليس 7y تيكالا 25، يعني عندنا الندمة x زائد 4y تساوي 10، والمعادلة الثانية 3x زائد 7y تساوي 25. Pour le couple 6-1، يعني من أجل الزوج 6-1. بنفس الطريقة اللي شفنا في السؤال الأول،
استعملنا الالوان اكس هي 6 غادي نعوضها باللون الازرق واي هي 1 غادي نعوضها باللون الاحمر سينيفي كو لو سيستيم اس ملي غادي نعوضو اكس ب 6 واي بالواحد غتعطينا 6 بلس 4 فوا 1 ايتيغال 10 اي 3 فوا 6 بلس 7 فوا 1 ايتيغال 25 يعني عوضنا اكس بالقيمه ديالها عوضنا واي بالقيمه ديالها ولقينا 6 زائد 4 في 1 خصها تساوي لنا 10 ثم 3 في 6 زائد 7 في 1 خصها تساوي لنا 25 سينيفي كو يعني لو سيستيم اس غادي يعطينا 6 بلس 6 بلس 4 ايتيغال 10 اي 18 بلس 7 ايتيغال 25 دونك On va trouver que 10 est égal à 10 et 25 est égal à 25. Le premier n'a pas de 7 n'a pas de 5 n'a pas de 5 n'a pas de 5. Les deux égalités sont vraies. Il y a une moutissabilité et une bzouche. C'est ça. Il y a dit le couple 6-1 vérifie les deux équations. Il y a une règle de la taille. Mais vous connaissez qu'il y a un couple vérifie les deux équations. Alors, le couple 6-1, c'est une solution du système S. Il y a une règle de la taille. Mais il y a une règle de فإن هذا الزوج 6 واحد بالنسبة لهذا المثال حل للنظمة S لو كان مثلا عوضنا 6 و 1 ولقينا حققنا غير معادلة واحدة المعادلة الأولى ما حققناش المعادلة الثانية دونك ليس بحل لقينا حققنا المعادلة الثانية ما حققناش المعادلة الأولى ليس بحل لقينا ما حققت معادلة ليس بحل فوقاش نقولوا بلي الزوج حل للنظمة إذا كان يحقق المعادلتين معا يعني يحقق المعادلتين بزوج هذا فيما يخص تحقق من الحلول نمشيو نشوفوا الان لو كان يعطيوناهم النظمه ويقولوا لنا اوجد الحلول ماشي غير نتحققوا يعني حنا اللي خصنا نبحثوا عن الحلول يعني الان غادي نشوفوا لا ريزوليسيون دي سيستم يعني حل النظمات نشوفوا واحد النشاط اكتيفيتي سير لو مارشي خديجه اشتي 3 بولي اي 2 لابان بور ان توتال دو 370 غرام يعني اشترت خديجه من السوق ثلاث دجاجات وارنبين مقابل 360 درهم لو كان عطاونا غير هذه الجمله وقولوا لنا ما هو ثمن الارنب الواحد وما هو ثمن الدجاجه الواحده كان لو بري دان لابان اي كان لو بري دان بولي يعني في هذه الحاله هذه واش نقدروا نجاوبوا على السؤال ما غاديش نقدروا نجاوبوا عليه لان غادي نلقاو معادله واحده فيها زوج ديال المجاهيل وحنا قلنا معادله واحده زوج ديال المجاهيل عندها عدد لا منتهي من الحلول باش نكملوا مساله اوبارافون انا في اشتا ان بولي اي 3 لابان بور ان توتال دو 330 درهم وسبق لها ان اشترت دجاجه وثلاث ارانب ب 330 درهم هما زادوا لنا جمله اخرى معطى اخر الان هي جمله اخرى تعني معادله ولكن البري ديال الدجاج والبري ديال الارانب واش بقى ثابت من المره الاولى للمره الثانيه خص يكون عندنا هذا الشرط هذا نكملوا نص المساله اون كونسيدير كو لي بري دان بولي اي دان لابان سون فيكس يعني نعتبر ان سعر الدجاج والارانب ثابت يعني ما بين المره الاولى والمره الثانيه الثمن لم يتغير عاونونا قالوا لنا سوا اكس لو بري دان بولي اي غريك لو بري دان لابان يعني عطاونا ليكون اكس ثمن الدجاجه الواحده واي غريك ثمن الارنب الواحد يعني في هذه الحاله هذه ما غاديش هذا النص ديال المساله اللي عندنا غادي نحولوه الى تعابير رياضياتيه يعني ديز اكسبريسيون ماتيماتيك باش نلقاو لهم الحلول ديالهم قلنا راه معاونونا عطاونا اكس اللي هو الثمن ديال الدجاجه الوحده ايكغ ثمن الارنب الواحد باش نشوفوا السؤال الاول غادي يعطيونا شنو هو قالوا لنا Quel est le système d'équation qui traduit l'énoncé précédent يعني ما هي نظمة المعادلتين التي تعبر عن المسألة السابقة يعني من خلال السؤال غادي نفهموا بلي غادي يعطيونا سيستم وغادي نشوفوا حنا شكون هو السيستم اللي كيعبرنا على المسألة السابقة يعني شكون هي النظمة اللي كتعبر على المسألة السابقة البرومييي سيستم اون اس La première équation, c'est 2x plus 3y est égal à 360. Et deuxième équation, 3x plus 2 plus y est égal à 330.
Deuxième système. On a S2, c'est 3x plus 2y est égal à 360. Et x plus 3y est égal à 330. La deuxième question. Trouvez le prix d'un poulet et le prix d'un lapin. يعني السؤال الثاني اوجد سعر الدجاجة الواحدة وسعر الأرنب الواحد. يعني هنا ما عادش مشي انا نقمر غير الله. بالنسبة للسؤال الاول نقول واش السيستم الاول هو اللي كيعبرنا عن النظمة على المسألة ولا السيستم الزوج، يعني النظمة الاولى هي اللي كتعبر ولا النظمة الثانية. خاصني اولا نشدهم جملة بجملة ونشوف كل جملة شنو كتعني، مع العلم انهم عاونونا. قالوا لنا سوا x لو بري دان بولي اي y لو بري دان لابان اون ديرام، يعني قالوا لنا ليكون x ثمن الدجاجة الواحدة و y ثمن الأرنب الواحد بالدرهم. نمشي كما قلنا ملي يكون عندنا ان بروبليم خصنا نقراو مزيان نفهمو، قلنا بيان ليغ اي كومبخوندغ لينونسي دي بروبليم. نشدو جملة بجملة كلمة بكلمة نقطعوه. لا بروميير فراز عندنا 3 بولي اي 2 لابان اي 2 لابان بور ان توتال دو 360 درهم، يعني عندنا ثلاثة ديال الدجاجات وأرنبين بالثمن ديال 360 درهم. حنا قلنا الدجاج رمزنا له ب X والأرانب رمزنا لهم ب Y. جي كومبيان دو بولي، شحال عندي من الدجاجة؟ عندنا ثلاثة، دونك غادي ندير 3 فواز X. إي كومبيان دو لابان، شحال من أرنب؟ أون أ دو وي دو لابان، يعني عندنا زوج ديال الأرانب، دونك غادي يكونوا زوج Y. العملية اللي غادي ندير شريت هادي وهادي، جي اشتي سا اي سا، سو برودوي اي سو برودوي، يعني غادي نديرو لا سوم، يعني غتكون عندنا 3X بليس 2Y، إتاكالا كومبيان؟ لو بخي ديالهم كامل، إتاكالا 360، يعني درت ثلاثة د الدجاجات، اللي الدجاجة قلنا هي X، يعني 3X بليس زوج ديال الأرانب. الأرنب هو Y، يعني زائد زوج Y، شحال خصها تساوي لنا؟ خصها تساوي لنا 360، يعني 3X بليس 2Y إتاكالا 360، هذه لا بخوميييغ فراز. نمشيو نشوفو لا دوزيام فراز. عندنا أن بولي إي 3 لابان بور أن توتال دو 330 درهم، يعني عندنا دجاجة وثلاث أرانب ب 330 درهم. الدجاجة دائما كنرمزو لها بX، الأرنب كنرمزو له بY. جي أن بولي يعني إكس وحدة، عندي دجاجة وحدة يعني إكس وحدة. إي كومبيان دو لابان؟ 3 لابان، يعني ثلاثة ديال الأرانب، يعني غادي يكون عندي ثلاثة Y. دونك دوزيام إيكواسيون سي إكس بليس 3Y إتيكال 330. نمشيو قلنا هاد المسألة راه عندنا الجملة الأولى مرتبطة بالجملة الثانية، يعني المعادلة الأولى مرتبطة بالمعادلة الثانية، لأن قلنا لو بخي راه فيكس ديال الأرانب والدجاج. ألوغ لو سيستيم ديكواسيون كي تخادوي لانونسي بريسيدون سي اس 2، يعني لقينا بأن النظمة الثانية هي التي تعبر عن نص المسألة السابق. يعني لقينا بأن اس 2 شكون هي؟ نجمعوا المعادلة الأولى مع المعادلة الثانية في نظمة واحدة باراناكولاد، يعني بلامة، تعطينا اس 2 سي 3x بليس 2y إتيكال 360، إي لا دوزيام إيكواسيون سي x بليس 3y إتيكال 330. هادي بور لا بوميييغ كيسيون. دروك لا دوزيام كيسيون كيفاش غادي نديرو؟ هنا اللي خصنا نفكرو مزيان. أنا شنو عندي؟ قلنا معادلة من الدرجة الأولى بمجهولين عندها بزاف ديال الحلول، خصني نلقى الحل ديال المعادلة الأولى وخصني نلقى الحل ديال المعادلة الثانية ونشوف فين كيكونوا مشتركين، يعني الحل اللي يحقق المعادلة الأولى والمعادلة الثانية أو ميم طون، يعني في آن واحد. وقلت لكم في الحصة اللي فاتت بأن هاد المعادلة سبق لنا شفناهم سواء في الثامنة ولا في الدرس ديال لي زيكواسيون دو بروميي دوغري دين انكوني. شنو كنا ندبرو؟ كنا ندبرو واش كاين شي علاقة ما بين اسكيل اكزيست اون غولاسيون اونتخ لي دو زانكوني، يعني واش كاين شي علاقة ما بين المجهولين بزوج. يعني هنا أول حاجة غادي نديروها غادي نفكرو ندورو على الثمن ديال الدجاجة بدلالة الثمن ديال الأرنب، ولا الثمن ديال الأرنب بدلالة الثمن ديال الدجاجة. يعني نقول دجاجة وحدة شحال تسوالي اون فونكسيون
دي لابان يعني ولا ان بواد شحال كيسوا يعني هنا غادي نشوفوا دوزيام كاسيون تروفي لو بري دان لو بري دان بولي اي لو بري دان لابان يعني اوجد سعر الدجاجه الواحده وسعر الارنب الواحد قسم الصبوره كالعاده لان هذا فيها شويه ديال الخدمه لدينا انا لو سيستم اللي حنا خدامين به x plus 2y est égal à 360 et deuxième équation c'est x plus 3y c'est 330 بزوج فيهم كويفيسيون يعني بزوج عندهم واحد المعامل معادلة الثانية عندي x plus 3y تقال 330 لو كانت 3y من جهة أخرى عطتني x تساوي 330 موان 3y أحسن نخدم بهذه لأن ما عنديش فيها القسمة عدد ما كانش كسرية يعني ما كانش لفراكسيون ما كانش لديسيمو نختار دوزيام إيكواسيون يعني لا بخوميير إتاب دو لا ريزوليسيون دي سيستام با سيت ميثود سي Je calcule x en fonction de y dans la deuxième équation. Yani, احسب x بدلالة y في المعادلة الثانية. المعادلة الأولى قلت ما نهضرش عليها. غتبقى كما راها. Signifie que 3x plus 2y est égal à 360. تبقى لنا كما هي. ولكن المعادلة الثانية قلنا عندنا plus 3y ردوها الجهة الأخرى. شنو غتعطينا؟ x est égal à 330 moins 3y. Donc, quelle est la valeur de x? Je n'en sais rien. Il a maintenant x. Bah, la valeur de l'écrit ça, c'est la première équation. On va dire que x. On va dire y. Donc, à dire le cas, l'équation du premier degré d'une inconnue. Il y a une règle de la moadala, mais une darja ou le mjouni, wahid. Ou on a qu'un avis de la moadala, une darja ou le mjouni, wahid. Il y a une, pas de djini. Donc l'étape suivante, je remplace x par 330 moins 3y dans la première équation. Il y en a la deuxième équation, quand on accepte un inconnu en fonction de l'autre, on fait la première équation, la dernière, dès que l'inconnu dit que la valeur est le theta. Il y en a x bi 330 y fil mu'adala al-oula. Je n'aurai pas atteint là. Nous avons le mu'adala al-oula. Atulina 3 plus x, je n'ai pas 330 moins 3y. Yani, quand on a 3 fois x, on a 3 facteurs 330 moins 3y plus 2y. C'est égal à 330. Yani, je n'ai pas dit. X, pour qu'il y ait un fait un mot à la mot à la ou la mot à la tenir si tu as x, bidalal y, mot à la ou la out x pour qu'il y ait un باش لقيت معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد وديك المعادلة اللي عندي x تقال 330 موان 3y نحتفظ بها ربما نحتاجها شكون عارف سينيفي كو يعني الاتاب سويفونت غادي نمشيو نبسطو الكتبة تبسيط شنو فيه يعني عندنا واحد لو ديفلوبمون جو في ديفلوبي ليكسبرسيون يعني غادي ندير عملية النشر عندنا 3 فوا 330 est égal à 990 moins 3 fois 3y c'est moins 3 moins 9y plus 2y est égal à 3 avec l'équation x est égal à 330 moins 3y yani x c'est 330 moins 3y on a rien dit ou à m'aider ou à m'aider ou à m'aider ou à m'aider yani hadik va dire x est égal à 330 moins 3y je vais donc je vais dire on a المعادلة الأولى هي اللي فيها الخدمة والمعادلة الثانية قلنا احنا غير جريناها معانا إلا نفعتنا نفعتنا ما نفعتناش راحنا متقلين بها وصافي المعادلة الأولى 990 موان 9 إيكاك بليس 2 إيكاك إتقال 360 المعادلة من الدرجة الأولى بمجهولين واحد إيكواسيون دي بريمي دوكي دين إنكون نقدروا نديروا الحل ديالها باش نديروا الحل ديالها غادي نبداو في التبسيط أعداد المعلومة في طرف الأعداد المجهولة في طرف الآخر يعني قلنا لي زانكوني دون لو بروميي مومبر اي
les connus, les nombres donnés ou les nombres connus dans le deuxième membre. Signifie que Atatana يعني ديك 990 هي اللي خصني نبدلها الباص نديها لجهه اخرى وناقص 9 ايكراك زائد 2 ايكراك نحسبها ناقص 9 ايكراك زائد 2 ايكراك تعطينا ناقص 7 ايكراك اتقال 360 990 لان كانت عندنا 990 بدلنا لها البلاص ترجع لنا موان 990 هذيك الاكواسيون حنا جرينها معنا في طريقنا وصافي لحد الان مازال ما استعملناها حنا غير متقلين بها المهم ما عليناش نمشيو نحسبو دوزيام مومبر موان 7 y يعني بوغ لا بروميير ايكواسيون موان 7 y ايت ايغال 360 موان 990 ايت ايغال موان 630 يعني ناقص 7 y تساوي كانت عندنا 360 ناقص 990 تعطينا ناقص 630 وهاد ايكواسيون راه غادية معدبة انا وصافي لان يبان لي مازال ما نفعتناش سينيفي كو غادي دونك عندي موان 7 y اتقال موان 630 يعني الا بغيت نحسب انا y يفو ملتيبلي لي دو مومبر بار لانفيرس دو موان 7 يعني باش نحسب y خصنا نضرب الطرفين متساويه في المقلوب ديال ناقص 7 اللي هو واحد على ناقص 7 دونك موان 7 y فوا 1 سير موان 7 اتقال y باسكو جو في سامبليفي موان 7 بار موان 7 اي موان 630 fois 1 sur moins 7, le moins mal moins, je suis allé 630 sur 7 est égal à 90. Donc l'équation qu'il a, là, x est égal à 330 moins 3y. D'abord, quitte la valeur de y, de y est égal à 90. On a x déjà. Pardon. Y c'est 90. باش نحسب x شنو خصني ندير نمشي ناخذ اي معادله من دوك المعادلات سواء نعوض y بالقيمه ديالها في المعادله واحد ولا نعوض y بالقيمه ديالها في المعادله زوج الا عوضت y بالقيمه ديالها في المعادله واحد غتعطينا 3x 3x زائد 2 في 90 تساوي 360 فيها شويه الحساب الا عوضت y بالقيمه ديالها في المعادله الزوجه غتعطينا x بلس 3 فوا 90 انتقال 330 فيها شويه الحساب شوف هذيك اللي مقوله انا معدب معاها ديجا عندي اكس ايتيغال وانا خصني نحسب دروك اكس يعني الا عوضت اي بلا فالور ديالها اللي هي 90 اللي هي 90 عطاتنا اكس ايتيغال 330 موان 3 فوا 90 والله الا مخيره هذه هي سهله في الحساب يعني جو في رومبلاسي يعني جو رومبلاس اي بار 90 دونك كال ايكواسيون عفديك ليكواسيون اللي كنت جايبها معايا هاي نفعتني يعني وخا ضربت بها تما وكنت ديما منقلها معايا هاي في الاخير نفعت يعني جو في غومبلاسي y بار 90 بون ليكواسيون x est égal à 360 moins 2y وعوضوا y ب 90 في المعادلة x تساوي 360 ناقص 2y يعني احسن طريقة باش نحسبو لان في الاولى خصني ثاني نحسب اكس ونبدل ثاني زوج ايكراك الجهه اخرى ولا في المعادله الاخرى في زوج ايكراك ندير الجهه الاخرى ثم نقسم على 3 باش نلقى قيمه اكس ولا المعادله الثانيه غادي نعوض 3 ايكراك نديها للجهه الاخرى يعني من الاحسن نحسب في المعادله اللي راني جايبها معايا اللي هي اكس تساوي 330 ناقص 3 ايكراك وعوضوا ايكراك 90 في المعادله اكس تساوي 360 ناقص 2 ايكراك بالنسبه لواحد المجهول ديجا راه عندي توجور y ايتيغال 90 كنت ديجا لقيتو شنو غادي يبقى لنا غادي يبقى لنا نعوضو y بالقيمه ديالها في ديك المعادله اللي هي x تساوي 330 باردون 330 ماشي 360 موان 2 فوا 90 ها حنا رجعنا باش نصحوها قلنا signifie que x est égal à 330 moins 3 fois 90. Ça veut dire que je remplace y par 90 dans x est égal à 330 moins 3y. C'est-à-dire qu'on a fait ça avec le khata. On a donné le signe austin moins 2y. Ou bien, on a fait y par 90 moins 3y. X est égal à 3. C'est-à-dire qu'on a fait ça avec le khata. D'abord, on a fait ça.
غادي نمشيو نحسبو سينيفي كو إيكغاك إتقال 90 et x est égal à 330 moins 3 fois 90. Donc, y déjà trina 90, c'est-à-dire x est égal à 330 moins 3 fois 90, c'est 270. Il y a le cas où x est égal à 330 moins 270. Donc, x est égal à combien? Allez, c'est bon. Nous avons 330. Nous sommes la mission 70. Donc, pour les deux inconnus, on a le câble y, déjà le câble est égal à 90 et x est égal à 60. X est égal à 330 moins 270 est égal à 60. On a la couche de chaud. On a le câble de chaud. Je vais dire que nous avons. نحسبوا عدد بدلالة الآخر نعوضوا إلى آخره عوضنا زوج مرات عوضنا إكس بالقيمة عوضنا إيكغاك بلافالوغ اللي لقيناها في المعادلة الثانية ثم عوضنا من اللي لقينا إيكغاك شحال تساوي عوضنا القيمة ديال إيكغاك به يعني كنا سي لا ميثود با سيبستيسيسيون يعني التعويض استعمل هذه الطريقة سميتها لا ميثود با سيبستيسيسيون يعني طريقة التعويض وهي هذه اللي غادي نتعرفوا عليها هاد الحصه هادي دونك y ايكغال 90 و x ايكغال 60 يعني alors la solution de ce système c'est le couple 60 et 60 90 اذا وبالتالي حلوا هذه النظمه هو الزوج 60 90 واذا بغينا نرجعوا كاع نص المساله واخا حنا ما يهمناش نص المساله حنا اللي يهمنا هو الطريقه اللي شفناها سي طريقه التعويض la méthode par substitution. Le prix d'un poulet, c'est 60 dirhams. Et le prix d'un lapin, c'est 90 dirhams. Je vais vous le cours d'un an. Le prix d'un poulet, c'est 60 dirhams. Et le prix d'un lapin, c'est 90 dirhams. Le jeu est un fadas. La résolution des 600. Un an, 3 dirhams. Les méthodes. Je vais vous faire le cours. La première méthode. C'est la méthode par substitution. La méthode de substitution, à partir de l'une des deux équations, nous trouvons la valeur de l'une des inconnues en fonction de l'autre, puis nous la substituons dans l'autre équation. L'inconnue en fonction de l'autre. On me chine le mot à la croix. En substituant la méthode, la résolution par substitution dans l'autre équation. En fonction de l'autre. En fonction de l'autre. On me chine le mot à la zaouja. ديك لا فالور اللي كنت لقيتها يعني من احدى المعادلتين نجد قيمه احد المجهولين بداله الاخر ثم نعوضه بقيمته في المعادله الاخرى يعني نختار واحد المعادله الى متى اخترت المعادله الاولى حسبت واحد المجهول بداله الاخر ملي غادي نلقى القيمه ديالو نمشي للمعادله الثانيه لو كان اخترت المعادله الثانيه اللي حسبت فيها احد المجهول بداله الاخر ملي نلقى القيمه ديالو نمشي للمعادله الاولى نعوضها الى اخره شنو نشوفو مثال يعني نفس الخطوات اللي كنا شفناهم في ديك في لاكتيفيتي غادي نوليو نشوفوهم في هاد ليكزومبل ريزودر لو سيستيم سويفون يعني حل النظمة التالية بالنسبة لو سيستيم اللي عندنا هنا 4x بليس y ايتيغال ا موان 5 Et deuxième équation, c'est 2x moins 5y est égal à moins 19. C'est maintenant ce bon rien, c'est fait à temps mal. Je vous dis, la méthode par substitution, par exemple, la def dit à la chine ou on va calculer un inconnu en fonction de l'autre. On va calculer une inconnue en fonction de l'autre dans l'une des deux équations.
يعني في واحد المعادلة من دوك زوج. شنو عندي؟ عندي 4x plus y égale à moins 5. والإكواسيون الزوجة 2x moins 5y égale à moins 19. يعني هنا المعادلة الأولى 4x زائد y تساوي ناقص 5. ومعادلة الزوجة 2x ناقص 5y تساوي ناقص 19. إلا درت بحال لاكتيفيتي ومشيت للمعادلة الزوجة. إلا بغيت نحسب x أون فونكسيون دو y غادي نقل موان 5y جهة أخرى ونقسم على الزوج. إلا بغيت نحسب y أون فونكسيون دو x في المعادلة الزوجة بطبيعة الحال غادي نقل زوج x للجهة الأخرى ونقسم على ناقص 5. إلا بغيت المهم فيها تما نشيل المعادلة الأولى. إلا بغيت نحسب x أون فونكسيون دو y نقل y للجهة الأخرى ونقسم على 4. يعني كلشي فيها مقسمة. وإلا بغيت نحسب y أون فونكسيون دو x في المعادلة الأولى نقل 4x للجهة الأخرى وما كاينش القسمة. إذن هي هذه اللي غادي ندير، نختار السهلة. يعني شنو غادي ندير؟ ليكواسيون الأولى، ليكواسيون الثانية. أنا شنو غادي ندير؟ جو كالكيل y أون فونكسيون دو x دون لا بخوميييغ إيكواسيون. يعني غادي نحسب y أون فونكسيون دو x فين؟ في المعادلة الأولى. نحسب y بدلالة x في المعادلة الأولى. شنو غادي نلقى؟ سهلة، غادي نقل غير 4x للجهة الأخرى. سينيفي كو يعني 4y إيكال موان 5 بقات بلاصتها، 4x نتقلتها عندنا للجهة الأخرى تعطينا موان 4x ناقص 4x. معادلة الزوجة قلنا ما نخدشوش فيها. تانا نلقاو y أون فونكسيون دو x، ديجا لقيت أنا y أون فونكسيون دو x، يعني شنو غادي ندير؟ On va substituer, يعني je vais remplacer, يعني غادي نعوض y بالقيمة ديالها فين؟ في l'équation 2, يعني في la deuxième équation. Je remplace y par moins 19 moins 4x dans la première équation. يعني غادي نعوض y بالقيمة ديالها dans, pardon, dans la deuxième équation. صحوها بزاف قبل ما يشوفنا شي حد. يعني جو رومبلاس y بار موان 5 موان 4x دون لا دوزيام ايكواسيون. يعني اعوضو y ب ناقص 5 ناقص 4x في المعادلة الثانية. سينيفي كو يعني بو لا بخوميييغ ايكواسيون غادي تبقى لنا ديما نفسها y ايتيكال موان 5 موان 4x، يعني y تساوي لنا ناقص 5 ناقص 4x. Et la deuxième équation, je vais remplacer y par moins 5 moins 4x. يعني في المعادلة الثانية غادي نعوض y بالقيمة اللي لقيتها اللي هي ناقص 5 ناقص 4x. يعني عطاتنا 2x moins 5 facteur moins 5 moins 4x est égal à moins 19. يعني عطاتنا 2x ناقص 5 عامل لناقص 5 ناقص 4x تساوي ناقص 19. يعني بالنسبة معادلة الأولى دائما ما غادي يوقع لها حتى حاجة، نمشيو للمعادلة الثانية غادي نبسطو. في التبسيط في المعادلة الثانية أول حاجة خص لي بارونتيز ما يبقاوش عندنا، الفو إليميني لي بارونتيز، يعني خصنا نحذفو الأقواس. كي نديرو نحذفو الأقواس جو في ديفلوبي، يعني غادي نقوم بعملية النشر. عطاتنا 2x موان 5 فوا موان 5 سي بليس 25، إي موان 5 فوا موان 4x سي بليس 20x، إتيكال موان 19. دونك عدد اللي فيها x غادي نحسبها بيناتها، اللي ما فيهاش x نديها للجهة أخرى. سينيفي كو y إتيكال موان 5 موان 4x بور لا بخوميييغ إيكواسيون، إي بور لا دوزيام إيكواسيون عندنا 2x بليس 20x غادي نحسبوها تعطينا 22x إتيكال موان 19، ونقلو 25 للجهة الأخرى تعطينا موان 25. يعني تعطينا y تساوي ناقص 5 ناقص 4x، والمعادلة الثانية عندنا 22x لأن درنا 2x زائد 20x تعطينا 22x تساوي ناقص 19، وكانت عندنا 25 في الطرف الأول نقلناها للجهة الأخرى تعطينا ناقص 25. نمشيو نزيدو نبسطو بو لا بخوميييغ إيكواسيون توجور سي y إيتيكال موان 5 موان 4x. إي لا دوزيام إيكواسيون جو في كالكيلي موان 19 إيفيكتيي le calcul moins 19 moins 25 à tatana 22x est égal à moins 44. Yani, x
بالنسبة للمعادلة الزوجة il faut éliminer le 22. Pour éliminer le 22, il faut multiplier les deux membres par l'inverse de 22. L'inverse de 22 sur C, 1 sur 22. Il y en a un x. 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 22x fois 1 sur 22, je vais simplifier 22 par 22, tatana x. Moadala tania, bnisbel taraf tani, naqs 44 fi 1 ala 22, tatana naqs 44 ala 22, naqs 44 ala 22, tsawina naqs 2. Donc x est égal à moins 2. Yani lqayt l'an, qima dial l'adad x, tsawina naqs 2. Ajna ghadi ndir. Je vais remplacer x par sa valeur fin. Je remplace x par moins 2 dans la troisième équation. قيمة ديالو في ديك المعادلة غادي يجينا الحساب سهل يعني جو في رومبلاسي x بار موان 2 دون ليكواسيون y ايتيغال موان 5 موان 4x يعني نعوض x بقيمتها اللي هي ناقص 2 في المعادلة قلنا ما المعادلة المعادلة اللي سميناها معادلة 3 يعني في المعادلة y تساوي ناقص 5 ناقص 4x يعني بغينا نحسبوا y وقلنا خصنا نعوضوا x بالقيمه ديالها القيمه ديال x لقيناها كتساوي لنا ناقص 2 دونك y ايتيغال موان 5 موان 4 فوا موان 2 x ايتيغال موان 2 يعني بغيت انا نحسب y ونعرف بلي y تساوي لنا ناقص 5 ناقص 4 x وكنعرف بلي x تساوي لنا ناقص 2 صديق غادي نعوض x بناقص 2 تعطينا y تساوي ناقص 5 ناقص 4 في ناقص 2 on va effectuer le calcul pour obtenir la valeur exacte de y donc y est égal moins 5 moins 4 fois moins 2 priorité pour le produit donc y est égal à moins 5 moins 4 fois moins 2 c'est à dire moins 5 plus 8 Et moins 5 plus 8 est égal à 3. Et on va calculer y. On dit y, c'est un naqs 5, naqs 4, fi naqs 2. Et les autres dans les opérations, c'est le naqs 5, naqs 4, fi naqs 2, c'est un zaid 8. Naqs 5 zaid 8, c'est 3. Et pour le x, déjà que j'ai trouvé avant, x est égal à moins 2. Et puis, on va résoudre cette nadma. C'est le zouj, naqs 2, 3. Alors, La solution de ce système, c'est le couple moins 2, 3. Et là, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, la méthode Hadi, la méthode par substitution, يعني خصنا نعرف نختار داك المجهول اللي غادي نحسبه بدلاله الاخر من الاحسن من اللي غادي نحسبه داك المجهول اللي غادي نحسبه ما يكونش عنده كويفيسيون يعني نبا دو كويفيسيون يعني ما عندوش معامل بحال يكون عندي غير اكس بوحدها ولا غير y بوحدها علاش باش ما تكونش عندي القسمه يعني مثلا لو كان اخترت المعادله الاولى اخترت نحسب x عطاتنا 4x تساوي ناقص 5 ناقص y وخصني نضرب في 1 على 4 عطاتنا x تساوي لنا ناقص 5 على 4 ناقص y على 4 وهنا لقينا عندنا كسور ملي يكون عندنا الكسور غادي نلقاو مشكل ماشي نلقاو مشكل بالعكس لان غادي نزيدو على راسنا خدمه نزيدو علينا توحيد المقامات نزيدو علينا بزاف ديال الامور يعني قلت لكم الاحسن من الاحسن من الاحسن هي راه باي مجهول حسبنا بدلاله الاخر غادي نوصل لنفس النتيجه ولكن من الاحسن نختاروا داك اللي ما فيهش لو كويفيسيون يعني لو كوي بادون لو كويفيسيون ديالو سي 1 يعني ما عندناش
مشكل فيه. من هو المثال؟ نتمنى يكون واضح. نكملوا المثال، خصنا نمشيو نشوفوا في التطبيق. Résoudre les systèmes suivants. Hulla, Anadmat, Atalia. Le premier système. Anadmat, Al-Oula. Première équation, Fia. 3x moins 2y est égal à 1. Deuxième équation, c'est x plus y est égal à moins 2. Et moi, Adal, Al-Oula, Tlata, x naqis, Itnan, y, c'est 1. Moi, Adal, Tania, x zaid, y, c'est 1 naqis, Itnan. Deuxième système. X moins 2y est égal à 3. Et 2x plus 3y est égal à 5. يعني النظمة الثانية المعادلة الأولى x ناقص 2y تساوي 3 و 2x زائد 3y تساوي 5. Troisième système. Pour la première équation, x plus 3y plus 2 est égal à 0. Et la deuxième équation, c'est 3x plus y moins 2 est égal à 0. يعني النظمة الثالثة كانت عندنا في المعادلة الأولى x زائد 3y زائد 2 تساوي 0 و معادلة الثانية 3x زائد y ناقص 2 تساوي 0. Et le dernier système, يعني النظمة التالية. S4, c'est 2x moins y est égal à 1. Et la deuxième équation, c'est 2 plus 2y est égal à 4x. يعني هنا بالنسبة للمعادلة الأولى 2x ناقص y تساوي 1. المعادلة الثانية 2 زائد 2y تساوي 4x. أما عندنا 3 4 نظمات. 4 سيستم. حنا لحد الآن شفنا طريقة واحدة ديال la résolution دي سيستم سي la méthode par substitution يعني طريقة التعويض الحل بطريقة التعويض يعني بها طريقة التعويض غادي نخدمو هاد لي 4 سيستم يعني غادي نخدمو هاد النظمات بربعة نتمنى كلشي يكون واضح نتمنى كلشي يكون مفهوم ولكن خاصكم تخدمو التمرين وراه حنا موفرين ماشي غير طريقة وحدة ولا زوج ولا ديال الاتصال باش نتواصلوا بيناتنا يعني كاين الواتساب كاين فيسبوك كاين ليمايك كاين بزاف ديال الطرق يعني غادي نتسنى الأجوبة ديالكم غتخدموهم غتصيفطوا لي غادي نصحوهم وفي لا فيديو المقبل إن شاء الله غادي نصحوهم ثاني مجموعين ولكن راني نتسنى الخدمة ديالكم راني نتسنى الخدمة ديالكم ماشي تبقاو نتوما تسناو غير لي فيديو تفرجوا لهم غتحاولوا ديروا شويه مجهود ونطلب من الله تعالى يوفقكم ويكون هذا الشيء كلشي واضح وباين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى اللهم اجعل اوسع رزقي عند كبر سني وانقطاع عمري اللهم اني اسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني.